السلام عليكم مشاهدينا الكرام، منتصف الليل الآن في تونس، وهذه آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نبدأها بالعناوين. يوم دون سيارة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، كل يوم أحد للتخفيف من الاكتظاظ المروري وفسح المجال للأنشطة الرياضية والترفيهية. في اختتام أيام المؤسسة بسوسة، تأكيد ضرورة الإصلاح المالي، ومستثمرون يدعون إلى ضبط قوانين الصرف. اختتام قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي بين دول المجلس. شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يوم الأحد كان خاليا من السيارات، هو اختيار انطلق هذا الأحد وسيصبح بصفة منتظمة كل يوم أحد، والهدف منه تقديم صورة مغايرة للشارع الرئيسي بالعاصمة من خلال فسح المجال لكل الفئات العمرية للتمتع بمختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية بعيدا عن الاختناق المروري الذي يشهده هذا الشارع يوميا. شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة خال من السيارات، لكنه أثث بملاعب لكرة القدم وكرة السلة وفضاءات مخصصة للألعاب الفكرية، ويحرص المشرفون على هذه التظاهرة على إيصال رسالتهم ومضمونها على حد قولهم حسن توظيف الشارع الرمز في الأنشطة التثقيفية والسياحية لإضفاء المزيد من البهجة على رواده. نحب نوصل انه العاصمه بدون سياره، معناه يزينا من الكراهه في العاصمه وكذا، لكن ما تبقاش فارغه، مش يتسكر شارع حبيب بورقيبة تقعد فارغه، يلزم فيها انشطه معناها رياضيه وثقافيه متنوعه. كل نهار احد ثم جامعات رياضيه باش تكتسح الشارع بورقيبة وتعمل رياضتها الجماعيه ولا الفرديه، ويكون ديما ثم فرحه وعرس وثم معناها تنشيط شارع بورقيبة بدون سيارات، لكن فيه رياضات وفيه ثقافة وفيه أشياء اللي هي تخلي التوانسة يجيو يمشيو ويتعطاو رياضة. تظاهرة العاصمة بلا سيارات لاقت استحسان المارة، معتبرين أن شارع الحبيب بورقيبة أفضل بلا سيارات، خاصة في ظل تعدد الأنشطة الترفيهية والرياضية. خارق العادة صراحة، تمشي مرتاح، لا كراب، لا شوية أنيماسيون شوية فرجة، خارق العادة به. حلو برشا، تنقص في حركة مرور حلوة، ورحت هاي العباد ورحت والله نزوك جيت حلوة زاد مطالبات صغار بها. أنا يعجبني شارع حبيب بورقيبة كي يبدا ضيف هكا وباهي وما غير كراهب، ونجموا نلقاو راحتنا. شارع بلا سيارات، تظاهرة تهدف بالأساس إلى التمتع بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية بعيدا ولو ليوم في الأسبوع عن أزيز المحركات والاختناق المروري وما يخلفانه من تلوث للمحيط والهواء على حد السواء. إذن يوم دون سيارات يعني دون اكتظاظ مروري، يخفف من معاناة المواطنين يوميا من هذا المشكل القديم المتجدد. فبلغة الأرقام تدخل وتخرج قرابة 100,000 سيارة يوميا من وإلى تونس العاصمة. اكتظاظ يعود لأسباب مختلفة، تعمل وزارة التجهيز عبر برامج متعددة على إيجاد حلول له. تنخفض السرعة إلى درجاتها الدنيا، تنحصر الحركة لدقائق وربما لساعات بين محول السرعة والفرامل وناقل الحركة وسط وقوف وسير بطيء. وفيما تتعالى أصوات منبهات السيارات، يلتزم البعض على مضض بخط السير وقوانين المرور، فيما يلجأ آخرون إلى بعض الحيل لتغيير المسار والهروب من الاكتظاظ. فالمشهد هو ذاته تقريبا داخل العاصمة أو عند مداخلها الثلاث، الشمالية والجنوبية والغربية، بعد أن تطور حجم الأسطول إلى أكثر من 2,000,000 سيارة. برشا بوتياج قلقنا برشا، وزيد الكونسوماسيون تزيد، وبالطبيعة الفلوس تزيد. مبية بالكراهب ومبية ما عادش واحد ما عادش نجم يتنفس. حاجة كل يوم مش نرتاحوا منها، مش نفرغوا منها، برشا فوضى. أسباب عديدة تقف وراء هذا الاكتظاظ المروري الذي أصبحت تعيش على واقعه تونس في كل الأوقات. ما عادش الكياسات نتاعنا يرفع هذا الكم الهائل من السيارات، وهذا نتيجة عديد التراكمات معناها لعدة سنوات. كيف ساعات نشوفوا حادث بسيط
خاصة خلال أوقات الذروة يتسبب في أمبوتياج كبير. الوقوف العشوائي لبعض السيارات خاصة في الطرقات الفرعية أيضا راجعة لتنظيم بعض القطاعات نتاع النقل غير منتظم مثل التاكسي الجماعي. وأمام هذا الوضع المروري تضع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية برنامجاً استراتيجياً خلال المخطط 13 لتهيئة بعض المحاولات على مستوى مداخل تونس. الفترة الأخيرة تقريباً أكثر من 15 محاول معناها وقع إنجاز. عندنا كذلك بعض اليوم بصدد الإنجاز وبعض أتمام معناها بعض الأشغال نتاعها. حالياً نحن نخدم على تقريباً محاول مطار اللي تقريبا الكلفة نتاعه تفوق 45 مليون دينار. نسبة تقدم الأشغال تعتبر محترمة حوالي 50%. عندنا كذلك محاول الزهور اللي هو شارف على النهاية نتاعه تقريبا 95%. عندنا كذلك المخرج الغربي اللي معناها تقريبا نسبة الأشغال تقريبا تقدم في حدود 90%. ومع تقدم هذه المشاريع ولمزيد تسهيل الحركة تتواصل أشغال الطريق الحزامية 20 في انتظار الانطلاق في أشغال الطريق الحزامية 30. إن شاء الله معناها في القريب العاجل معناها زاد نبرمجوا بعد التصفية العقارية لإنجاز حزام ثالث اللي هو معناها الإكس 30 اللي باش يكون معناها تقريبا الدائري المكتمل اللي على طول 80 كيلومتر ويربط جميع طرقات السيارة. مشاريع مختلفة قد تنجح في تأمين السيولة المرورية في الأشهر والسنوات القادمة خاصة مع التزايد المتواصل لأسطول السيارات الذي يعرف زيادة بأكثر من 90,000 سيارة سنويا. أقر مجلس نواب الشعب الليلة أول مقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتعلق بتسوية وضعية المطالبين بالأداء. خلال جلسة عامة أسقطت إلى حد الآن أكثر من 15 فصلا عرضها نواب وكتل نيابية شكلا ومضمونا. وأعادت وزارة المالية صياغة المقترح الذي يقنن دفع خطايا التأخير ووضع رزنامة زمنية لدفع الأداء مع وضع شروط معينة. قال عنها وزير المالية رضا شلغوم إنها تهدف باختصار إلى رفع الخطايا على أساس احترام الجدولة أو إسقاط العملية برمتها في حال عدم احترامها. وتضمن الفصل الذي يحمل رقم 11 ضمن قائمة المقترحات ويتماشى مع مقترح بعض النواب عديد المعطيات التقنية المتعلقة بوضعية المطالبين بالأداء، علما أن مجلس النواب صادق عليه بأكثر من 120 صوتا واعتراض 7 نواب واحتفاظ نائب بصوته. كما صادق مجلس نواب الشعب الليلة على مقترح فصل إضافي حكومي يهدف إلى دعم موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب. من الاجتماعات التي انعقدت في الدورة 33 لأيام المؤسسة التي انتظمت بسوسة اجتماع تمحور حول السياسة النقدية وانزلاق الدينار الذي نجم عنه ارتفاع نسبة التضخم المالي. تعاني المؤسسات التونسية من تداعيات تدهور سعر صرف الدينار الذي فقد أكثر من 43% من قيمته منذ 11 و2000، وهو ما يدعو إلى إصلاحات في مجال قوانين الصرف والسياسة النقدية. العملة قاعد يتيح ولذا عنده زاد علاقة بالتضخم. نراو بقدرة الله التضخم في 2019 معناها كان الانتاج يعاود يرجع معناها حتى سعر الصرف معناها يكون في المستويات المعقولة معناها المستويات العادية. الإصلاحات بالنسبة لسعر الصرف بالذات هي إصلاحات معناها تكون عندها علاقة بالمؤسسة وبالكيفاش ندعموا التصدير. الدعوة إلى التشجيع على الاستثمار الطويل المدى وإحداث رقم أخضر من أجل تسهيل متابعة التحويلات المالية للدفع بعجلة الإنتاج. رقم أخضر من أجل طبعا تسهيل متابعة ملفات المتعاملين الاقتصاديين اللي باش يقوموا بتحويلات إلى الخارج بعنوان تغطية مصاريف العمليات الجارية. هامنا أنه نساهموا في تمويل المشاريع سواء كان الكبرى ولا المشاريع اللي تدخل في سياسة الدولة، باعتبار أنه من سياسة الدولة الانتقال الطاقي، الانتقال الرقمي، الانتربرونوريا، وهذوما الكل معناتها المسائل المهمة اللي يلزمنا احنا كمؤسسة معناتها عمومية تساهم في الاستثمار طويل المدى باش تمول مثل هذه المشاريع. المستثمرون بدورهم يدعون إلى ضبط قوانين الصرف والسياسات النقدية مع تشريكهم في القرارات الاقتصادية. التشجيع هو مجال الصرف
واضحة. أنت مثلا إذا كان تحب تستثمر، إذا كان باش تاخذ التأشيرة باش تستأثر باش تستثمر 6 أشهر، ممكن أنت الاستثمار اللي حبيت تعمل مشي عليك. الحل هو أنه المؤسسات والحكومة ونخدموا مع بعضنا باش نعملوا تصور. أيام المؤسسة بسوسة مثلت فرصة للتحاور من أجل بلورة إصلاحات القطيعة التي من شأنها أن تساهم في استرجاع القطاع الخاص لمكانته في قاطرة النمو الاقتصادي. في الشأن العربي، أكد المشاركون في القمة الخليجية 39 التي اختتمت أشغالها مساء الأحد بالرياض على سرعة تفعيل القيادة العسكرية الخليجية المشتركة. كان أمين عام مجلس تعاون دول الخليج العربي اعتبر في البيان الختامي للقمة تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون خطوة هامة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة بدول الخليج العربية. كما دعا قادة دول المجلس إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، قال جون إيف لودريان وزير الخارجية الأحد إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التدخل في شؤون فرنسا بعد أن انتقد ترامب الحكومة الفرنسية في تغريدتين تعليقا على أحداث العنف في باريس. وكان لودريان أكد أن مظاهرة السترات الصفر لم تكن احتجاجا، معتبرا الصور التي نشرت في الولايات المتحدة لأشخاص يهتفون نريد ترامب التقطت من زيارة ترامب لندن قبل أشهر. كما صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عددا من الإجراءات المهمة في الأيام القليلة المقبلة. وفي أحدث مستجدات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشبث ستيفن باركلي وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية أمس بموعد التصويت الحاسم في البرلمان والذي سيتم في موعده المقرر الثلاثاء القادم. تصريح جاء بعد رواج أخبار عن محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل التصويت والقيام بمحاولة أخيرة للحصول على عرض أفضل في بروكسل. هذا التأجيل سيعرض بريطانيا حسب باركلي إلى وضع غير واضح في حال رفض البرلمان اتفاق ماي للخروج من الاتحاد. ومن المقرر أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس وسط تكهنات بأن ماي قد تستغل هذه الفرصة للضغط بطلب تعديلات على الاتفاق. نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. يوم دون سيارة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كل يوم أحد للتخفيف من الاكتظاظ المروري وفسح المجال للأنشطة الرياضية والترفيهية. في اختتام أيام المؤسسة بسوسة، تأكيد ضرورة الإصلاح المالي، ومستثمرون يدعون إلى ضبط قوانين الصرف. اختتام قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون الاقتصادي والثقافي بين دول المجلس. وبإمكانكم طبعا مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.